السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرهاب، تطرف، عنف، وجرائم عابرة للحدود، تلك هي سياسات ما يسمى بحزب الله اللبناني. يطلق عليه حزب الله اللبناني، ولكن انتماءه لا لبنانياً ولا عربياً. فالقائمة السوداء لجرائمه في لبنان ذاته تؤكد ذلك بسياساته الرعناء. مؤامرات وتدابير تهدد أمن المنطقة واستقرارها، ونشاط إجرامي اعتاد من خلاله على تصدير مرتزقته للعالم العربي بمنهجية عالية. وبعد العبث بأمن لبنان ومقدراته وقتل الشعب السوري بأوامر مرشده في إيران، ها هو يرسل ميليشياته لتدريب الحوثيين في اليمن على الانقلاب على الشرعية والقيام بأعمال إرهابية على حدود المملكة، في انتهاك صارخ وصريح من هذا الحزب الإرهابي لكافة الأعراف والمواثيق الدولية. قد لا يكون مستغرباً للكثير ما كشفته الحكومة اليمنية عن ضلوع حزب الله اللبناني بصورة مباشرة في الحرب بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين، فهذا الحزب منذ نشأته قبل عقود ارتبط بدعم الإرهاب وتكوين الميليشيات وتنفيذ إملاءات ولاية الفقيه في إيران، الدولة الأم الداعمة للإرهاب. ها هي سوريا تدخل عامها الخامس ولا زال مجرى الدم يتدفق، وحزب الله بدفع ميليشياته للنظام الأسد الدموي كان له دورا مؤثرا في استمرار الأزمة بتدخله السافر، حيث ذهب العديد من الأبرياء السوريين جراء هذا التدخل. دولة لبنان نفسها كثيرا ما أحرجته سياسات حزب الله المنشق عن الوطن اللبناني، حيث خسرت حكومة لبنان وشعبها الكثير جراء سياساته وتدخلاته وجرائمه، ليس في لبنان فقط بل امتد للعديد من البلدان. في اليمن أدلة جديدة تثبت تورط أفراد ينتمون لحزب الله الإرهابي في حرب الميليشيات على الشعب اليمني بصورة مباشرة في الحرب الدائرة حاليا بين الحكومة الشرعية والإنقلابيين، كما أثبتت الأدلة من أنه يخطط للمعارك ويرتب للعمليات والتسلل والتخريب داخل المملكة. أهلا بكم من جديد، وللنقاش في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع الحدث ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي اليمني نجيب غلاب، كما ينضم إلينا من عدن المحلل السياسي أنور التميمي، ومن بيروت عضو التكتل لبنان أولا النائب عن تيار المستقبل الدكتور أمين وهبي. أهلا بكم سيد نجيب في البداية. أهلا وسهلا سيد نجيب. يعني منذ قيام هذا الحزب في الثمانينيات الميلادية وتاريخه يعني يشهد له بأنه كان دائما جزء من عوامل اللا استقرار في بثه لعدد من الفتن وتصديره، وأنه جزء من مشاريع أخرى لا تنتمي إلى أجندة الدول العربية. حدثني عن كيف ترى ممارسات هذا الحزب وأنت تقرأها الآن واقعا في أحداث المنطقة. أولا تشكيل الحزب يعني هو إيراني، وكان عبارة عن يعني معسكر تم إنشاءه بإشراف يعني فيلق القدس والحرس الثوري، وهذا الملفات واضحة وبينة، وبالتالي هو داخل لبنان أشبه بخلية أمنية تابعة لإيران. يعني هذا المسألة لم يعد فيها شك، والحزب نفسه يعترف بهذه المسألة، وحول الدولة اللبنانية إلى دولة رهينة بيد السياسات الإيرانية، وهي كلما ازداد نمو وقوة حزب الله تحولت لبنان إلى مستعمرة إيرانية، وخفت ضوء الدولة. لا، الدولة أصبحت يعني حزب الله عمل خلال فترة بناءه وتكوينه وخلال نمو قوته، عمل بشكل أساسي أن حول الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها إلى أذرع
ليس فقط إلى رهينة، بل حولها إلى أذرع له خدمة سياساته وسياسة الدولة الأصل. أصبحت الدولة الأصل في لبنان هي دولة حزب الله، وهي دولة مسلحة ودولة مقامرة تهدد اللبنانيين جميعهم، أما أن تحكمهم أو أن تقود لبنان إلى دمار شامل. ولم يكتفي الحزب فقط يعني بتخريب الدولة اللبنانية، بل وجاء إلى اليمن في منتصف الثمانينات ونمت خططه حتى نهاية الثمانينات، وبدأ في تشكيل نوى صلبة وهي خلية يعني قريبة ومشابهة لتشكيلات حزب الله، وبلغت قوة يعني تدخلات حزب الله مداها في منتصف التسعينات، وبدأ يشكل تنظيم خاص في صعدة هو التنظيم الحوثي، ونظمه بنفس يعني تم بناءه وتشكيله ليس فقط بالدعم المادي أو بالتدريب اللوجستي، بل حتى تركيبة الأيديولوجية التي تم تكوينها وبناها، وهي عبارة عن تحول داخل المذهب الزيدي، استغل البيئة الزيدية وأحدث تحول داخل المذهب الزيدي لصالح الخمينية، بمعنى أنه أحدث خومنة للمذهب الزيدي، وفقد المذهب الزيدي كل يعني بمعنى معناها الفقهي، معناها حتى بعده الاعتزالي، فقد كل شيء وأصبح عبارة عن أيديولوجية، هي عبارة عن ملازم. كان حسين الحوثي هو الناطق يعني بهذه الملازم، أما المؤسس والمخطط الفعلي حتى لصناعة الأيديولوجية فهو حزب الله والخلية وخبراء إيرانيين. هذه مسألة يعني لم تعد يعني محل شك لدى اليمنيين، وكان هناك دلائل أثبتت على أرض الواقع أن هذا الحزب متورط أيضا. هو دلائل فقط أن انظر يعني شبكة العلاقات التي نمت من نهاية الثمانينات وفي التسعينات وارتبطت ليس فقط في بيروت وبحزب الله، بل حتى في خلايا معينة كانت موجودة داخل دمشق. المسألة الثانية تركيبة الحركة الحوثية وأيديولوجيتها هي تتطابق بشكل كامل مع الخمينية ومع نظرة حزب الله بشكل كامل، حتى التشكيلات العسكرية والأذرع الأمنية والإعلام بشكل كامل للحوثية يدار من بيروت. سنتحدث بتفصيل أكبر عن تورط حزب الله في اليمن ومساندته للعصابات الحوثية، لكن أود أن أنتقل إلى ضيفي من بيروت الدكتور أمين وهبي. دكتور أمين، أود أن أتحدث عن حزب الله واختطافه للدولة وللقرار اللبناني تحديداً، يعني حدثني بتفصيل أكثر، كيف تلقى الرأي العام اللبناني، المواطنون اللبنانيين هذه الرسالة الصريحة والواضحة من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج أن لبنان فقد هويته واتجاهه العربي، أصبح رهينة في يد حزب الله؟ حتما نحن في لبنان منذ عقود، وبالأخص بعد سنة 2000 عندما انتحر الاحتلال الإسرائيلي، ونحن في لبنان نعاني من هذه المساكنة الغير مرحب بها بين دولة نريدها أن تكون حاضنة لكل اللبنانيين وترعى مصالحهم على كامل مساحة الوطن، وبين دولة يشكلها حزب الله على حساب سيادة الدولة اللبنانية ومصالحها، ترتبط عضويا بإيران تسليحا وتدريبا وأمرة وتمويلا، وتنفذ السياسات الإيرانية داخل الساحة اللبنانية وعلى مستوى وعلى الساحة العربية والعالمية، وتخوض حروبا انطلاقا من التوقيت الإيراني والمصلحة الإيرانية داخل لبنان وعلى الساحة العربية والدولية أيضا. إن هذه القضية هي قضية صراع في لبنان، فأكثرية اللبنانيين لم تسلم بهذا الأمر، وأنتم تعلمون جيدا بأننا ندافع عن سيادة الدولة اللبنانية وعن أحقيتها بأن تسترجع ما خطف من صلاحياتها ومن وما صدر من سيادتها. نناضل من أجل أن تستعيد الدولة اللبنانية الحق الحصري في امتلاك السلاح، ونناضل من أجل تثبيت عروبة لبنان ودور لبنان العربي في كل المجالات، وبالأخص بأننا نفتخر بأن لبنان هو دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية ومن واضعي ميثاقها، ودولة مؤسسة للأمم المتحدة ومن واضعي ميثاقها وشرعة حقوق الإنسان. وبالتالي نحن
يعني نقود صراعا ونضالا في وجه هذه السياسات الغير مسؤولة التي تنال من سيادة الدولة ومن هوية لبنان العربية. وأنتم تعلمون خير العلم بأننا منذ سنة 2004 حتى اليوم قدم الشعب اللبناني خيرة المناضلين وقدم شهداء كبار سقطوا على مذبح حرية لبنان، ابتداء من دولة الرئيس رفيق الحريري الشهيد الذي استشهد في وسط بيروت لأنهم كانوا يرون في هذه الشخصية المرموقة الهامة حجر عثرة أمام المشاريع الإيرانية وأمام مصالح النظام السوري حليفهم في لبنان. ونحن نتحدث عن مصالح النظام السوري، هل ممكن القول بأن تدخلات حزب الله في سوريا ولبنان تقف حجر عثرة أمام انتخاب رئيس للبنان برأيك؟ حتما، إن السياسة الإيرانية والمنفذة من قبل حزب الله ترى في الاستحقاق الرئاسي اللبناني ورقة للتفاوض أو تستعملها كورقة للتفاوض، وبالتالي يفرض هذا الشغور مستغلين في ذلك الشهوة المفرطة عند العماد ميشيل عون للسلطة وهم يختبئون خلفه. وبالتالي انطلاقا من الوضع في سوريا وانطلاقا من أنهم يرون بأن انتفاضة الشعب السوري التي ابتدأت جميلة وسلمية يرون في هذه الانتفاضة خطرا على مصالحه وامتداداتهم العربية، وبالتالي يمسكون بالورقة الرئاسية اللبنانية ويفرضون الشغور، وهم إما أن يبقوا هذا الشغور وبالتالي يشلوا عمل المؤسسات الدستورية في لبنان ويشلوا عمل الدولة اللبنانية، وإما أن يأتوا برئيس يأتمر بإمرتهم، أو يتركوا هذه الورقة ورقة للتفاوض ساعة يرون بأن ذلك يمكن أن يوظف في ساعة محددة في مصلحتهم، في مصلحة السياسة والاستراتيجية الإيرانية في المنطقة. نعم، أنتقل إلى ضيفي من عدن وهو المحلل السياسي أنور التميمي. أهلا بك سيد أنور، أود في البداية أن أسألك عن الرابط المشترك والقاسم الواضح المشترك بين الحوثيين وبين حزب الله، كلاهما ينفذان أجندة إيرانية، كلاهما عامل عدم استقرار وإفساد في المنطقة، حدثني كيف ترى ذلك؟ طبعا القاسم المشترك هو الانسلاخ عن المحيط العروبي وعن امتداداتهم وأرضهم وشعبهم العربي، والارتهان لمشروع من خارج مصالح العربية، وبالتالي هذا هو المشترك الأساسي. المشترك الآخر هو القبول بالاستخدام، القبول بأن يكونوا أوراق وأدوات بيد إيران لإثارة الشغب في أوطانهم ولإغلاق السكينة العامة وتفكيك الدولة. هذا هو ربما القاسم المشترك الأساسي، تفكيك الدولة والقيام على أنقاضها بكيان صغير أو مكون يتحكم في كل الحياة العامة للبلد، وإن لم ينصاع لها هذا الشعب يكون البديل الفوضى ودخول البلد في نفق مظلم. وطبعا هذه كلها مجرد أدوات وملفات تسلم طواعية لإيران حتى تستقوي بها في أي استحقاقات قادمة، سواء على صعيد العلاقات البينية بينها وبين العرب أو على صعيد ملفات كبرى إقليمية أو دولية تريد أن يكون لها موطئ قدم فيها. إيران طبعا تستخدم هؤلاء لأغراض تتعلق بمشروعها الوطني هي فقط، ومستعدة في لحظة مناسبة إذا جنت فائدة ما أن تتخلى عن ما يسمى بحلفائها بين مزدوجين، وهم ربما البعض منهم لا يعلم بأنه مرتهن وبأنه أداة طيعة سيتم التخلي عنها ربما في لحظة حرجة، يكون هو عرضة حينها لأن يكون غريبا عن محيطه، لأن يكون معزولا عن وسطه في إطار الوطن الذي يعني قدم له الكثير، وفي لحظة ما يجد نفسه قد رهن قراره السياسي ورهن مصلحته ومصلحة من يتبعونه لدولة ما في مكان بعيد لا تستطيع أن تقدم له شيئا. سيد أنور، الحكومة اليمنية أكدت أن حزب الله كان جزء من عملية الانقلاب والتخطيط له، برأيك منذ متى ترسخت العلاقة بين ميليشيا تمرد الحوثي وما يسمى بحزب الله؟ طبيعة العلاقة بينهم متى برأيك؟ طبعا العلاقة ربما بدرجة أساسية تبدو أكثر وضوحا
فيما يتعلق بالتبادل الخبرات العسكرية والتدريب ونقل التجارب حرب العصابات، إضافة إلى الجانب التنمية ممكن يقال عليها التوجيه المعنوي ورفع المعنويات عن طريق خطاب مذهبي يسلخ هؤلاء عن محيطهم الوطني ويربطهم مباشرة بولاية الفقيه هناك، وبالتالي الخروج عن الدولة وكأنه يعني التزام بنص ديني شرعي وفق المذهب ووفق وتفسير هؤلاء للمذهب حقيقة. طبعا إخواننا في المذهب الشيعي هذه مسألة الولاية الفقيه جديدة عليهم تاريخيا، لم تكن هذه البدعة موجودة، كانوا جزء من أوطانهم وولائهم لمرجعيات الوطنية الموجودة، ولم ينسلخوا يوما عن هوياتهم الوطنية والقومية العروبية إلا عندما ارتضوا أن يكونوا جزءا من هذا التأثير من خارج أوطانهم. فالتماهي والتداخل واضح، ونقل التجارب والخبرات فيما بينهم كذلك واضح وبين. وبالمناسبة الاثنان لا يخفون هذا المسألة التنسيق، بل ويعتزان بهما أيما اعتزاز. جيد، أعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الباحث السياسي نجيب غلاب. سيد نجيب، ما يسمى بحزب الله ماذا يعمل الآن في اليمن؟ حزب الله اليوم هو المخطط، يعني من المخطط الأساسي، وهو من يرتب اليوم إدارة المعركة. وأنا أقولها من بداية المعركة، أن من يدير اليوم المعركة في اليمن ويسيطر ويهيمن على مربعات السلطة، صحيح أنها الحوثية، لكن من يدير الحوثية هي خلية أمنية مشتركة ما بين الإيرانيين وحزب الله، وهم من يخططوا ويرتبوا. غرفة عمليات مشتركة هي التي تدير العملية هنا. العمليات التي تدير اليوم اليمن وتدير الحروب وحتى الدولة اليمنية وخلايا الحوثية ولجانها المختلفة ليسوا إلا واجهة اليوم لغرفة العمليات هذا، فهم يتلقون أوامرهم. وهناك دلائل كثيرة، حتى كثير من يعني من العسكريين والأمنيين في صنعاء وحتى السياسيين حتى الموالين للإنقلاب يستغربوا أحيانا باتخاذ قرارات لا تتلائم ولا تتوافق مع طبيعة اليمنيين ولا مع البيئة اليمنية ولا مع عاداتهم ولا تقاليدهم ولا حتى مع حاجة المصلحة اليمنية. هناك إصرار كامل على إدارة الحروب بنفس المخططات التي رسمتها إيران، وهي نشر الفوضى والاضطرابات والتخريب والدمار في اليمن وتحويلها إلى أرض محروقة بأيدي اليمنيين أنفسهم. وبالتالي هذه الخطة التي وضعتها إيران اليوم لم بعد أن وصل إلى قناعة كاملة أن مشروعهم فشل كامل، وأن هناك توجهات يمنية، يعني أنا أقول يمكن 90% من اليمنيين لديهم حسم كامل في تجريم الحركة الحوثية بقانون وطني وملاحقة قياداتها، ولم يعد أمامهم من خيار إلا التحرر من هذه الحركة. وبالتالي أصبحت غرفة العمليات التي تديرها الخلية الأمنية الإيرانية وحزب الله موجود فيها. الرأي العام اليمني لا هي تدير، لم شوف، هي ليست مكشوفة بشكل واضح، لكن أنا حسب تصوري الأجهزة الأمنية حتى اليوم التي تشتغل مع الحوثية وأيضا الحكومة اليمنية لديها معلومات ودلائل كثيرة، وهناك تراكم معلومات عن حزب الله وتدخلاته ليس فقط ظهرت وثائق لقياديين هناك في الحزب وثيقة واضحة، هذه وثيقة، لكن هذه وثيقة يعني وثيقة ظهرت اليوم. لكن أنا أقول أنه من شكل الحركة الحوثية وبناها حتى أذرع، يعني اليوم هو شكل أذرع أمنية وفرق اغتيالات وكتائب خاصة بإذلال المؤسسات اليمنية، هذا تدار بشكل كامل اليوم بشكل مغامر. هم لا يريدون أن يوصلوا إلى سلام، يريدوها حرب دائمة. لذلك الشعب اليمني اليوم وصل لقناعة كاملة أنه لا خيار أمامه إلا إنهاء الانقلاب ومطاردة الحركة الحوثية وتجريمها بقانون أو بنص دستوري واضح. جيد، ينضم إلينا الآن هاتفيا رئيس تحرير صحيفة عكاظ جميل الذيابي. أهلا بكم أستاذ جميل. إذا كان الصوت واضح أستاذ جميل. نعم. هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم أستاذ جميل، يعني نتحدث عن حزب الله وإرهابه الذي لا ينتهي، كان في لبنان ومن ثم انتقل إلى سوريا والحديث عنها، مؤخرا نتحدث عن تدخلات سافرة لهذا الحزب في اليمن، كيف تعلق على ذلك؟ طبعا حكاية حزب الله طويلة، هي مسلسل من الجرائم والإرهاب، يعني طال الحجر والبشر، بدأت يعني تقريبا من
من عام 1983. الحزب ممتهن للجريمة والإجرام وأيضا الإنكار وأيضا تكميم الأفواه والاغتيالات، كما قال أشرف ريفي أخيرا يعني وزير العدل اللبناني، حزب الله والوجه الآخر لداعش وأخواتها، وهو من يحاول يعني شيطنة المنطقة لتنفيذ مشروع الولي الفقيه. نعرف بأن حزب الله يخطط للانتقام وتنفيذ اغتيالات ويذهب إلى تلفيق كثير وفبركة كثير من الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع. هو يستهدف السياسات الخليجية، ممارسات وسلوكيات تأتي بتعليمات إيرانية، يسعى لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصالح المملكة ورعاياها أيضا في لبنان، وأيضا يحدد مصالحها وحدودها أيضا عبر اليمن، عبر كفيلة الحوثي في اليمن. المملكة أطلقت تحذيرات كثيرة لكونها تعلم أن حزب الله خطر كبير وأصبحت مواجهة الضرورة، وسلمان الحزم يقود هذا المشروع. المملكة تقوم بذلك، وعلى اللبنانيين أيضا، على اللبنانيين القيام بدورهم للحفاظ على عروبة لبنان أمام الحزب، هذا الحزب المدعوم من الفرس بالتمويل والسلاح والتدريب والخبراء والخطط الإرهابية. اليوم خطط المملكة العربية السعودية تحطمت مع هؤلاء الطامعين يعني من هذه الميليشيات والأحزاب وعلى رأسها حزب الله. نعرف جميعا بأن جرائم حزب الله عابرة للقارات، لكن المهم في الأمر هو انحسار مؤيديه. هذه نقطة مهمة، انحسار مؤيديه في العالم. هل باتت أطماعه وتصرفاته مكشوفة إلى هذا الحد برأيك سيد جميل؟ نعم، أنا أعتقد أنه انفضح في العالم العربي، انحسر مؤيديه، انفضح أمره، انكشفت لعيبة، تراجعت ثقة الناس به. الذين صدقوه باسم المقاومة اليوم يلعنونه. الحزب له جرائم متنوعة على مستوى العالم ربما تفوق حقيقة. هل استطاع الطائرة تمرير مشاريعه وأطماعه تحت شعار المقاومة برأيك سيد جميل؟ نعم، في تقريبا في السنوات الماضية كان يمرر هذه المشاريع، وكان تنطلي على كثير من الرعاة والمصدقين بهذه السياسة. حزب الله يعني عميل لإيران ويعمل وفق الرؤية الإيرانية بلا مواربة. أصبحت اليوم لابد أن تستمر هذه السياسة نحو تقليم مخالب إيران في المنطقة، وعلى رأسها وأولها هو حزب الشيطان وقطع يده في المنطقة العربية. نعرف بأن قادة الحزب يعني غالبيتهم تدرب في إيران أو وتعلم في قم. الحزب نشأ لبنانيا، لكنه أيضا المعطيات تؤكد كلها كاملة بأنه إيران هي من لعب الدور الأساسي في ولادته ونشأته ونموه. وتصريحات قادة الحزب وأيضا وميثاقه، لو نعود حتى مثلا للميثاق، تجد بأنه هي تبعية الحزب للثورة الإيرانية والولاء لمشروع الولي الفقيه. ونلاحظ ذلك لو يتمعن في التظاهرات أو المظاهرات التي يقوم بها الحزب، أو أيضا الشعارات التي يترفعها صور قادة إيران. يعني من يسيطر على الحزب هو قادة إيران ومرشدها، وتسيطر على كثير على مرافق وفعاليات الحزب في الضاحية الجنوبية وأيضا في لبنان وخارج حتى لبنان، حتى في البحرين في عندما قام مجموعة من المؤيدين له بما اسموها الثورة، كان يرفعون هذه الشعارات وهذه الصور. العلاقة بين حزب الله وإيران تتداخل، يعني أنا من وجهة نظري هناك تداخل بين بعدين سياسي وديني. يعني هذه اليوم بالنسبة للعالم العربي، أنا أعتقد أنه ينفضح كثير من هذا المشروع بالنسبة للعالم العربي. بعض الرعاة لا يزال إلى الآن يصدق بما يقول حزب الله أو بعض قياداته، لكنهم لا يعودون يعني ذاكرتهم للأسف قصيرة. لو يستمعون لما يقول الأمين العام للحزب صبحي الطفيلي اليوم عن الحزب ويكشف كثير من تناقضاته وكثير من ألاعيبه، أنا أعتقد أنه سيعودون إلى مربع الحقيقة. مربع الحقيقة هو ما يجب أن يكون، وهذا ما تقوم به المملكة العربية السعودية عبر مواجهتها للمشروع الإيراني وإفشاله، لأنها هي واثقة وتقوم بتحالف عربي إسلامي وواثقة من قدراتها، وأيضا الثقة بها كبيرة من قبل الدول الإسلامية والدول العربية. أستاذ جميل، أتمنى أن تبقى معي على الهاتف وتشاركنا هذا الحوار، لكني أود الانتقال إلى ضيفي من عدن المحلل السياسي أنور التميمي. سيد أنور، يعني ما المتوقع من الشعب اليمني عندما اكتشف أضلاع الخيانة الثلاثية من صالح والحوثي وحزب الله
وأنهم يريدون تسليم هذا الشعب والسلطة إلى الولي الفقيه في طهران. طبعاً بوادر الرفض هي مباشرة عندما أصبح الأمر هذا بين وأصبح مكشوفاً. فالرفض للحوثيين أصبح أولاً طبعاً الجنوبيين بأكملهم تصدوا لهذا المشروع وقدموا آلاف الشهداء واستطاعوا أن يحرروا معظم المحافظات في الجنوب، وكانوا منذ البداية ضمن المشروع القومي العروبي، وطبعاً يعلمون جيداً بأن أي اختراق للجنوب هو طبعاً يعتبر ذراع لإيران في المنطقة. فكانوا يعني عندما كانوا يدافعون عن موطنهم كانوا يعني مستشعرين هذا العبء، عبء الدفاع عن العروبة، عبء الدفاع عن باب المندب، عبء الدفاع عن الخليج أشقائهم. وطبعاً كذلك الخليجيون أشقاؤنا مدوا يد العون، ولولا هذا مد يد العون لما استطاع الجنوبيون يعني إسقاط المشروع الإيراني في الجنوب. حالياً ما يجري حول صنعاء يؤكد بأن حتى في معقلهم السقوط قريب، وأقل شيء لم يكون يعني نهاية لهذا المشروع، سيتقلص وسيبقى ربما في أماكن صعدة وما جاورها مثل ما كان قبل سنوات، وربما مثلا يعني يستميت في هذه المسألة يعني استنادا إلى العزوة القبلية في مناطق محدودة وفي منطقة النشأة. ولكن المؤشرات كلها تؤكد بأن السقوط بات وشيكا، والناس علموا هذا المشروع ويرفضون رفضا قاطعا الارتهان في قرارهم وفي مصالحهم لإيران. طبعا المشروع يجب أن يكون وطنيا، والارتهان لأداة وطنية محلية، والامتداد هو عروبي قومي وضمن الحضن الإقليمي الخليجي، وهذه هي المصلحة تاريخيا، وهذا هو النسيج الاجتماعي الذي يمكن أن يتمدد فيه شعبنا هنا. جيد دكتور أمين وهبي، هذه المشاريع العابرة من خارج الوطن العربي. أود أن أتجه إلى ضيفي إذا سمحت لي من بيروت، ضيفي دكتور أمين وهبي. السيد جميل الذيابي تحدث وهو رئيس تحرير صحيفة عكاظ أن الشعارات التي كان يتخذها حزب الله من ممانعة ومقاومة ومبادئ ونضال سقطت وانكشفت أمام الرأي العام. كيف هو الوضع في لبنان؟ هل انكشف هذا 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 الزيف الذي يتبعه حزب الله هناك؟ لقد قدر اللبنانيون كثيرا انجاز التحرير من الاحتلال الاسرائيلي، ولكن اكتشف اللبنانيون سريعا بانهم عندما ابتدأوا يفتشون عن الحجج لابقاء السلاح بايديهم، اي بدل ان يذهبوا الى بناء دولة تليق باللبنانيين ذهبوا لتبرير بقاء هذا السلاح على حساب الدولة اللبنانية وعلى حساب مصالح اللبنانيين والمصالح العربية. وبالتالي لقد اكتشف اللبنانيون ومنذ فترة طويلة، والدليل على ذلك هو الصراع الذي يخوضه الشعب اللبناني والنضال الذي يخوضه الشعب اللبناني في مواجهة هذا المشروع. وبالتالي نعم لقد اكتشف اللبنانيون ذلك وتراجع التأييد لحزب الله على الصعيد اللبناني، ولكنه هو يستغل العصب المذهبي والخطاب المذهبي والولاء المذهبي، يحاول أن ينتصر على عقول الناس باستخدام الدين في ذلك وبشد العصب المذهبي من أجل أن يصاب الناس بالعمى، العمى السياسي، حتى لا يستطيع قسم من اللبنانيين أن يميز بين المصلحة الوطنية الحقيقية ومصلحة لبنان الحقيقية وبين الارتماء في أحضان سياسات إيرانية لا تريد الخير لا للبنان ولا للعرب. أنا أعتقد بأن هذه السياسة التي ينتهجونها بدأت تكون واضحة بعيون اللبنانيين، وأعتقد بأنه ليس بالقليل أن يستطيع اللبنانيون مواجهتهم رغم استخدامهم للسلاح ولكل أشكال المؤثرات والضغوط التي يمارسونها. أستاذ جميل أعود لك الآن، يعني بين فترة وأخرى عدد من دول الخليج تكتشف شبكات وخلايا إرهابية في دولها يقف خلفها حزب الله، أطماعه تجاوزت لبنان وسوريا واليمن، يعني أصبحوا يسعون إلى السيطرة على المنطقة بأكملها، كيف تقرأ ذلك؟ أنا أقرأ ذلك بأنه ليس فقط في دول الخليج الشقيقة التي نحن نعلم بأن كان له جهود
تسيء إلى الأمن القومي لهذه الدول ولهذه الشعوب. ولكن أيضا حتى في مصر في بعض الدول الأجنبية أيضا كان له نشاطات أمنية كانت مسيئة لمصالح اللبنانيين، فأصبح اللبناني أينما يذهب يواجه بحذر من قبل السلطات الموجودة، من حذر أمني، وهذا يدمر مصالح اللبنانيين الذين يجهدون ويناضلون ويكدحون من أجل مساعدة عائلاتهم ودولتهم. ولكن هذا معبر عن التصاق حزب الله بالسياسات الإيرانية، فلإيران مصالح حقيقية، مصالح توسعية على حساب مصالحنا العربية وعلى حساب أمننا القومي. تريد أن تتسلل إيران إلى النسيج الاجتماعي العربي مرة من خلال الخطاب المذهبي، ومرة من خلال الادعاء بأنها تدعم قضية فلسطين، وبذلك تريد أن تتسلل إلى داخل المجتمعات العربية. حزب الله يساعدها على ذلك ويمثل السياسات التي تخدم هذه الأهداف، وإيران من خلال ذلك تريد أن تكون عنصر داخلي في قلب كل دولة عربية. أي عندما يريد أي شعب عربي أن يحل قضاياها الداخلية، أكانت انتخابات أو كانت تشكيل حكومات أو كانت أي سياسة محددة، إيران تريد من خلال هذه الولاءات التي تنتجها أن تكون عنصر داخلي في الدول العربية، وبالتالي من أجل أن تتسلل ومن أجل أن تتوسع على حساب مصالحنا وأمننا القومي، وعلى حساب سيادات دولنا، وعلى حساب دساتيرنا وقوانيننا والانتظام العام في مجتمعاتنا، وعلى حساب وحدة المجتمعات العربية. أستاذ جميل الذيابي، إذا كنت معي أود أن تعلق على هذه الجزئية، أطماع حزب الله ومن خلفه من النظام الإيراني في دول الخليج، واكتشاف هذه المجموعات والخلايا الإرهابية في دول الخليج بشكل مستمر وليست في دولة واحدة. وعطفا على ما أعلنته وزارة الداخلية مؤخرا قبل يومين أن حزب الله يعني وهذه السلطات قد تكون من متورطة أو يكون لها يد في تهريب المخدرات التي كشف عنها مؤخرا بأحجام كبيرة في المملكة، أود أن تعلق على هذه الجزئية. نعم، طبعا لا شك أنه إيران لن تترك فرصة سانحة نحو استغلال أو عملها ومشاريعها وسلوكياتها وممارساتها نحو المملكة العربية السعودية والدول الخليجية حتى لو تحقنها بالمخدرات يعني. فلذلك ما يحصل اليوم، المملكة العربية السعودية ودول الخليج واعية له جيدا، ولديها بيانات وأيضا تصريحات سابقة حول هذا الأمر، وحتى بيانات من على مستوى القيادة، قيادة مجلس التعاون الخليجي في اجتماعات سابقة. اليوم الأمر كبير، ولا بد أن مواجهة هؤلاء العملاء والمدسوسين في الداخل الخليجي أو من يحاولون أيضا تشكيل خطورة على الأمن الخليجي، الأمن والاستقرار في الإقليم. أي محاولات سواء من إيران أو غيرها، اليوم المملكة العربية السعودية قادرة على أن تواجهها، لديها ثقة أيضا في حلفائها، كل ما تقوم به ينسجم مع المرحلة والمرحلة الراهنة في ظروفها الحرجة، وأيضا كل الظروف والمعطيات الأمنية الموجودة. لا شك أنه حزب الله مكشوف للمملكة، ومشاريع إيران أيضا مكشوفة للمملكة، ولذلك عندما تكتشف كل هذه الأمور أنا أعتقد أن الترابط والعمل الخليجي التكاملي لا شك أنه قادر على إلجام أي مشروع إيراني في المنطقة. أستاذ جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة عكاظ، كان معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي هنا في الاستديو، الباحث السياسي اليمني نجيب غلاب. ما يسمى بحزب الله وأدواته معروفة، وهو يقوم الآن بحملات شرسة ويهاجم المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية. إن كان لبنانيا كما يزعم، فعطاء المملكة وأيديها البيضاء على الشعب اللبناني والدولة اللبنانية من دعم ومنح هي معروفة ولا تحتاج إلى شرح. إلى ماذا ينتمي هذا الحزب عندما يهاجم المملكة وغيرها من الدول التي تدعم لبنان؟ حزب الله وظيفتها الأساسية ليس خدمة لبنان ولا مصالح لبنان، مثل الحركة الحوثية ومثل بقية الشبكات التابعة لولاية الفقيه. وظيفتها هو أن تخدم دولة إيران، وهي مرتبطة بإيران بشكل عضوي، والوظيفة الأساسية لها هي تحويل هذه الدول الوطنية إلى دول خادمة، وأيضا وظيفتها حماية الأمن القومي الإيراني، لا علاقة لها مطلقا بالمصالح الوطنية للدول الوطنية، ولا علاقة لها بمصالح العرب. هي فقط وظيفتها
كما تم يعني تم تأسيسها لهذا لهذا السبب. لذلك سترى أنه كل خطاب حزب الله عبر تاريخه هو استهداف للعرب. الحوثية العدو الأول بالنسبة لهم هو العرب، يرفعوا شعار أمريكا ويستغلون مسألة إسرائيل. لكن بشكل يعني لما تتابع أفعالهم وأعمالهم لا تجد شيء من شعاراتهم، لا تجد شيء من شعاراتهم، كلها تضر بالدول الوطنية التي هم موجودين فيها، أو يحولوا أنفسهم إلى أدوات لنشر الفوضى والتخريب والتمرد داخل المنطقة العربية. حزب الله ماذا يعمل اليوم؟ خرب لبنان، يقود حرب في سوريا لصالح إيران، يقود حرب في العراق لصالح إيران، ينشر شبكات مافوية وشبكات سياسية وإعلامية داخل المنطقة العربية لا هدفها إلا زعزعة وإضعاف المجال العربي. هذا وظيفة حزب الله ووظائف من تدعم إيران في المنطقة، وبالتالي هم أدوات هدم داخل المنطقة العربية. وهذا جزء من البنية العقائدية التي أسست لها ولاية الفقيه، أنه نشر الفوضى والدمار في بلاد الشام والعراق ومن أجل تقوية الدولة الإيرانية حتى يخرج الغائب. طبعاً هذه عبارة يلعب بها على عامة الناس من المتدينين الشيعة، لكن في حقيقة الأمر الدولة الإيرانية مهمومة بمصالحها وأمنها، ومصالحها وأمنها يبدو لي أنها حسب منظورهم هو إضعاف المجال العربي وإضعاف دولها العربية بحيث يتمكنوا من السيطرة عليه واحتلاله. إذا كانت اليوم لبنان مستعمرة متحكم بها حزب الله، كانوا يريدوا من الحوثية أن تتحكم، ليس تكون حزب الله فقط بل أن تتحكم بالشعب اليمني وبالدولة اليمنية. ولولا التدخل العربي كانت إيران تمكنت من تصدير ثورتها وخلقت نموذج خميني كامل داخل اليمن وحولتها إلى مجال لإدارة الحروب ضد المجال العربي فقط لا غير، لا غير ذلك. حزب الله أنا وجهة نظري أنه لابد أن يكون هناك عملية تحرير من كل الحركات التابعة لولي الفقيه، عملية تحرير يقوم بها الشعوب، بل وعلى العالم العربي دولا وعلى العالم كله أن يتبنى نزع سلاح حزب الله وتفكيك شبكاتها المختلفة، وأيضا نزع أمواله لأنها عبارة عن أموال يعني تم استيقائها عبر نهب منظم للشعب اللبناني وعبر المافيا وعبر التحويلات والريع الخارجي اللبناني الإيراني. وبالتالي لبنان لن يولد ولن يكون دولة حقيقية ما لم يتم تفكيك بنية حزب الله وتجفيف منابعه لتعود لبنان كما كانت، وأيضا تجريم هذا الحزب، تجريم هذا الحزب عربيا وتجريم دوليا. هو تحول اليوم إلى قاعدة لتصدير الإرهاب. اليوم الدولة اليمنية كل ما نعاني في اليمن سببه حزب الله وعملية تصدير الثورة اللي الملف الأساسي كان بيد حزب وإرسال الله وإرسال المرتزقة أيضا. هو خطط وأنشأ وكون وبنى أذرع الحركة الحوثية، وهناك مقاتلين من داخل لبنانيين ومقاتلين إيرانيين، بل أنه وظف أذرع معينة تابعة لولاية الفقيه سواء من عراقية أيضا وحتى خليجية، وكلهم أشتغلوا وفق منظومة واحدة وأوصل اليمن إلى هذا الوضع. إحنا بالنسبة لنا في اليمن نتعامل مع حزب الله كقاعدة لتصدير الإرهاب، هو من خرب بلدنا وينفذ أجندات إيران في اليمن، وبالتالي نحن نطالب العالم أن يحاكم هذا الحزب وأن ينزع سلاحه وأن يتم تجريمه. طيب على صعيد التجريم أنتقل إلى ضيفي من عدن أنور التميمي. سيد أنور، منذ الثمانينيات منذ تأسيس هذا الحزب وتاريخه مرتبط بالإرهاب والخراب والدمار، كيف برأيك يمكن مواجهة هذا الحزب؟ طبعاً أترك موضوع المواجهة للحزب ككتلة سياسية للبنانيين أنفسهم، ولكن ممكن مواجهة امتداداته، مثلاً امتداداته هنا مثلاً الحوثيين يعني يتولاها الشعب هنا، وأظن بأنه قد وجهت لهم ضربة قاسمة جداً وبالذات في عدن وما جاورها، وتم اجتثاثهم واجتثاث مشروعهم وسقط هذا المشروع. كذلك إذا كانت هناك مثلا ذراع ما في منطقة أخرى يجب ضربها. أما الموضوع اللبناني فأظن أنه معقد إلى حد بعيد، نتيجة لتوازنات معينة، نتيجة لتعدد المذهبي، والموضوع مرتبط ربما بتسويات ربما إقليمية ستكون، ولكن أنا أعتقد بأنه سيتحول تدريجيا هناك إلى ربما ممثل عن الطائفة،
وتدريجيا ستبرز قوى أخرى حقيقية ربما دينية ليس لها مثلا صوت سياسي وليس لها مثلا ارتماءات في أحضان إقليمية، وحين طبعا ممكن يزال هذا الخطر. أظن بأنه من موقعنا نحن هنا في عدن نحن أنجزنا المهمة من خلال إفشال المشروع الحوثي، من خلال تأمين باب المندب، من خلال إسقاط هذا المشروع سياسيا والتحالف العضوي مع شقائنا في الخليج ورفع الراية العربية والدفاع عن المشروع القومي العروبي، وقدمنا في سبيل ذلك آلاف الشهداء وآلاف الجرحى. المسألة هنا محسومة تماما، وبالتالي يصبح وجوده محصورا في منطقة ما هناك، ولا خوف في هذه المنطقة الحيوية بالذات منطقة باب المندب والجنوب عموما. موضوع صنعاء وما جاورها ستكون هناك ربما إشكالية نتيجة للوحدة المذهب، وهذه تحتاج مثلا إلى توعية من داخل المذهب نفسه. لن يستطيع أحد من خارج المذهب أن مثلا يحرض الناس على مثل هكذا حزب استطاع أن يبني نفسه لفترة طويلة وارتباطه بقضية المقاومة إلى آخر ذلك. يجب أن توكل المهمة لإخواننا في المذهب الشيعة أنفسهم، وتخفيف الصوت الذي يعني يكرس موضوع الصراع المذهبي على أساس سني وشيعي. هذا ربما سيجعل هناك اصطفافا مذهبيا حول هذه الأحزاب التي تستخدم فقط المذهبية لأغراض سياسية. يجب أن نفرق بين المذهبية السياسية وبين المذهبية الدينية التي هي يعني كانت موجودة في العالم العربي وستستمر ربما إلى ما شاء الله. نعم، ينضم إلينا الآن هاتفيا أستاذ فهد العجلان، نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة. أهلا بكم أستاذ فهد. أهلا وسهلا، مرحبا أستاذ فهد. كيف تقرأ مؤشرات تزايد العمليات التي يقوم بها هذا الحزب، ليست مقصورة على لبنان أو سوريا أو اليمن، بل امتدت لتشمل دول خليجية عدة، تفكك شبكات وخلايا إرهابية لهذا الحزب، يعني وعطفا أيضا على الدلالة الهامة عند إعلان وزارة الداخلية عن كشف مجموعة من عمليات تهريب المخدرات، وأنه قد تكون هناك يد لهذا الحزب في تهريبها، ما هي دلالة المؤشرات حول ذلك برأيك؟ أنا أعتقد أولاً أن الفيلم الذي ظهر على قناة الإخبارية كان في الواقع مهم جداً لتقديم هذا الحزب. هناك من مؤمن بما يقوم به هذا الحزب، إما قناعة من أنصاره وهم في الواقع في نفس خندق الحزب، أو ممن نجح هذا الحزب من خلال مكنته الإعلامية والدعائية المخادعين الذين يوظفهم هنا أو هناك ويقدمون صورة مغايرة. شرعيته التي قدمها إلى المجتمع العربي من باب أنه مقاوم، اليوم ظهر هذا الفيلم ليظهر لنا حقيقة أن هذا الحزب الذي توغل في نسيج المجتمع اللبناني واخترق المؤسسات واستخدم كل ما تستخدمه العصابات القذرة لمحاولة تعطيل الدولة اللبنانية والقفز على القرار فيها وخلق مجموعات مصالح تدير البلاد كما يريدها هو. أعتقد أنه ظهور جبران باسيل كان واضح جدا بأننا أمام وزير خارجية لدولة لا تملك أن تعبر عن مفهوم النائب النفس كما وصفها بالشكل الذي يفهمه أي مبتدئ وقارئ للسياسة. اليوم يعني إذا راجعنا ما يفعله هذا الحزب نرى بأننا فعلا أمام حزب أصبح يستغل العلاقات العربية العربية، يستغل حتى قوة هذه العلاقات لمحاولة حرف مسارها لخدمة أجندات ومشروع خارج إطار الحدود العربية، وهو المشروع الإيراني الصفوي الذي للأسف استغل اليوم المذهب الشيعي واستخدم هذا المذهب ليكون مطية من خلال بعض المخدوعين فيه. ولا أعتقد أن الشيعة الحقيقيين ومن داخل حتى الضاحية تحدثت أسماء مثل الجميلي وأسماء أخرى مثل الأمين عن حقيقة هذا الحزب وأن المذهب بريء منها. أعتقد أن عاصفة الحزم السعودية، وأعتقد البيان كان له دلالة مهمة جدا استوقفتني كثيرا، الحديث عن المراجعة الشاملة للعلاقات السعودية اللبنانية. حينما يكون بهذا المفهوم عن المراجعة الشاملة فهو موقف سعودي
واضح جدا، واعتقد ان دلالات ايضا في مواقف بعض الدول الخليجيه والمجموع الخليجي كان واضح جدا، نحن امام امن قومي مهدد من خلال حزب استغل. والمضحك والمثير للسخريه ان حزب الله كثيرا ما كان ينفي ان يكون مهاجما لاسرائيل، بل انه دائما يضع نفسه بانه يدافع عن لبنان. ارجع لخطابات حسن نصر الله، كل هذه الخطابات وهذه التي حاول أن يخدر بها الأمة العربية، هذه المزاعم التي يتستر من خلالها، لم يكن في يوم من الأيام يتحدث بأنه يهاجم وإنما يدافع. المضحك أن اليوم العالم العربي هو يهاجمه بشراسة، هو الآن يستخدم كل فريقه العسكري ومنظمته الإرهابية الاستخباراتية لاقتحام مناطق، كما شاهدنا في الفيلم عن تدريب عناصر والحديث عن تفجيرات ووصف الإجرام والإرهاب بالعمليات الاستشهادية. في الحقيقة هذه هي صورة داعش التي الآن عجز المحللين عن تفسيرها، هي نموذج أو بذرة بغطاء استخباراتي تمارسه مثل هذه المنظمات الإرهابية التي احترفت الإجرام والإرهاب. وأيضا لا ننكر ولا نستغرب أنه اليوم يجب أن يكون فعلا الموقف من داخل لبنان. اليوم اللبنانيين حتى سيد فهد، على ذكر الموقف لابد أن يكون من داخل لبنان، عندما أوقفت المملكة العربية السعودية مساعدتها للجيش اللبناني وكذلك والأمن الداخلي، عدد من القادة اللبنانيين حملوا حزب الله مسؤولية هذا التدهور، لكن يعني هناك من يطالبهم بأقوى وأكبر من ذلك. برأيك ما هو المطلوب من القوى اللبنانية حيال وقف هذه التجاوزات من حزب الله؟ أنا أعتقد أن اليوم الحصار على حزب الله أو ما يسمى بحزب الله يجب أن يكون داخل لبنان، ليس بالسكوت، وهو الأعم من تحدثهم هم الأقل قياسا ممن يمكنهم أن يفعلوا شيء. ليس بالحديث عن حزب الله ولا عن التبرع عما يفعل، وإنما تصحيح مسار المؤسسات اللبنانية التي اختطفت. اليوم من المضحك أننا نعرف أن حزب الله ضغط على سلطات لبنان وعلى الحكومة اللبنانية لاستصدار قرار يسمح للحوثيين بدخول لبنان بدون تأشيرة، والفكرة منه هو خلق غطاء وملاذ للعصابات أيضا الحوثية التي تشترك معه في النسب الإرهابي وفي العمل وفي التخطيط وفيما يتعلق بالإضرار اليوم باستقرار المنطقة. الذي يجب اليوم أن يحدث من اللبنانيين هو إنقاذ لبنان. السعودية والخليج يعرف أن ينقذ نفسه ويملك مقومات أن ينقذ نفسه، وأعتقد أن ما ظهر لحزب الله ومن وراءه من العصابات الإجرامية ليس إلا رأس جبل الجليد، لا زال في جعبتنا الكثير مما نملكه. وأعتقد أننا لسنا بحاجة في المملكة والخليج إلى إظهار كل ما نملكه، لأنه أعتقد اليوم أن المواجهة هي مواجهة استقرار المنطقة، ويجب أن تفعل المنطقة أيضا جميل. كاللبنانيين أنفسهم ما ينبغي أن يفعلوه. اليوم لا ننسى أن هناك علاقات اقتصادية كبيرة جدا، المملكة العربية السعودية من خلال اقتصاد مفتوح فتح أذرعته وصدره لكل أبناء العالم العربي ليستفيدوا من الاقتصاد القوي، ومنحهم المقومات ومنحهم الاتفاقات التي تسهل مثل ذلك، لكن أيضا يستطيع من خلال الإرادة السياسية والدعم الشعبي أيضا أن يسائل من استفادوا من هذه الأرض بأنهم كيف اليوم أصبحوا كالشيطان الصامت. للأسف اليوم أعتقد أنه داخل لبنان هو ما يجب أن ننتظر منه الفعل، لأن حزب الله اليوم أصبح هو للأسف اختصار لبنان، هذا البلد الذي لم يكن يوما من الأيام في هذا الإطار إلا للأسف بسكوت وتراخي السياسيين والعبث على أيضا المصالح الضيقة اللي اليوم جعلت حزب الله يتحدث بلسان الحكومة، بل يأمر على الحكومة، بل يفعل على الحكومة اللبنانية. والبراءات الغامضة والمهترئة والشفافة التي تطلع من مكان أو آخر لا أعتقد أنها تلبي طموح اللبنانيين فضلا عن
أما السعوديون والخليجيون فيعرفون مصالحهم. الأستاذ فهد العجلة نائب رئيس تحرير صحيفة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ضيفي من بيروت أمين وهبي، أود أن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، دور القوى والقيادات والأحزاب الوطنية في لبنان حيال إنقاذ هذه الدولة من تسلط الحزب عليها. حتى الآن مراقبون يتحدثون أنها مواقف باردة وباهتة، هناك فقط إلقاء اللوم والمسؤولية على حزب الله، الجميع يعرف ذلك. ما هو المطلوب لإنقاذ لبنان تحديدا باختصار؟ يعني نحن نواجه حزب الله، وأنا لست موافقا على القول بأن حزب الله يواجه بطريقة باردة. نحن نواجه حزب الله على الصعيد الوطني بأن نقول له بأن مصلحة اللبنانيين الوطنية هي في أن نبني دولة تليق باللبنانيين. نواجه حزب الله على الصعيد القومي بأن نقول بأن نرفع سياسة المواجهة بوجهه، بأن مصالح لبنان العربية وعلاقات لبنان العربية وانتماء لبنان العربي لا يمكن أن نتخلى عن ذلك مقابل الالتحاق بالسياسات الإيرانية وبالمصالح الإيرانية وبالأطماع الإيرانية. نحن نواجه حزب الله في المنطق الذي يعتبر المنطق المذهب الذي يعتمده، ونقول ونواجه بأن المصلحة الحقيقية للبنانيين هي في اصطفاف وطني يستوعب التعدد اللبناني، ولكن يوحد اللبنانيين حول دولتهم وحول علمهم وحول مصالح بلدهم الوطنية. نحن ندافع في أو نواجه سياسات حزب الله بالالتصاق بالمصلحة الإيرانية بالقول بأن مصلحتنا هي في الالتصاق في المصالح العربية، ولكن هذه المواجهة مواجهة حزب الله هذا التنظيم العقائدي الأمني العسكري الذي تغذيه إيران بكل عوامل القوة، هذه المواجهة ليست مواجهة بسيطة. نعم واضح جدا. وليست دكتور مواجهة أمين وهبي ضيفي من بيروت، أقدم لك الشكر الجزيل، ليس لدي المزيد من الوقت، كما أشكر ضيفي من عدن المحلل السياسي أنور التميمي، شكرا لك، وأشكر ضيفي أيضا من هنا من الرياض المحلل والباحث السياسي اليمني نجيب غلاب، شكرا لك، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. انتهت الحلقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.